فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. المخنث هو الذي تظهر عليه ملامح المرأة في جسمه أو في كونه يلين في الكلام، هذا هو المخنث. وليس المخنث ما هو في عرف الناس اليوم أنه اللوطي، لا، المخنث من التخنث وهو التكسر والتثني، هذا في اللغة. فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في كلامه، في مشيته، شعره، في شعره، في مظهره، في نعومته، أو في خلقته بأن يكون له ثديان أو له شيء من ما خلق في النساء، أو أنه الخنثى اللي يسمونه الخنثى المشكل، من له آلة ذكر وآلة أنثى. فالتخنث على قسمين: تخنث خلقي هذا لا يلام عليه الإنسان، أو تخنث، والنوع الثاني تخنث اختياري يفعله الإنسان، الرجل يتحول من صفات الرجولة إلى صفات الأنوثة، هذا تخنث. فإذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي وكان لا شهوة فيه فيكون من غير أولي الإربة من الرجال فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يتسامح في حقه ودخوله المنزل. فلما سمع من مخنث وصف المرأة بالوصف الدقيق والتشبيه بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط للأعراض، وأنه لا يتساهل في الرجل حتى ولو كان مخنثا، لا يتساهل فيه ولا يكون مع الإناث إلا الإناث، وهذا من باب الاحتياط للأعراض. فإذا كان هذا في المخنثين يخرجون من البيوت، فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ويخلون بهن في مكتب أو في بيت أو في مكان؟ لعن صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالحاصل أنه يجب بعد الاختلاط بين الرجال والنساء في الأعمال أو في البيوت أو في السيارات أو في، يعني أقصد الخلوة، خلوة رجل بامرأة. أما إذا كانوا جماعة وزالت الخلوة بهم مع تحجب النساء والتزامهن بالحجاب وأن يجلسن على جانب ولا يختلطن مع الرجال، فلا بأس بذلك.